كمان عنده فرصه النهارده، اعتقد ان هو كان ممكن يتصدر في حاله الفوز على المنتخب الايفواري يعني. فالحقيقه دي طبعا كانت مفاجاه خارج التوقعات، وخلينا نقول ان بطوله كان 2022 بطوله الصغار. احنا طبعا الناس كلها شايفه النهارده المنتخبات الكبيره المرشحه بقوه للبطوله بتتراجع، وبنفاجئ بان منتخبات الظل بتتقدم وبقوه. واضح ان الكره الافريقيه كل بطوله بتقدم الجديد، ويمكن ده امتع ما يعني امتع حاجه احنا بنشوفها دايما في بطولات امم افريقيا يعني. طبعا احنا مباراتنا قدام كوت ديفوار، كوت ديفوار اثبت ان هو النهارده منتخب شرس، المنافسه معاها هتبقى مش سهله، بس احنا برضو منتخب الفراعنه عودنا دايما يعني رغم الاداء اللي طبعا ما كانش مرضي من للناس او مش مطمئن لحد كبير، بس احنا دايما متعودين في البطولات المجمعه يعني مباراه عن مباراه ادائنا بيتطور، وبنقدر نقدم مفاجآت برضو، وبنقدر نعمل عروض كبيره ان شاء الله، نقدر نعمل مفاجاه جديده ونتخطى المنتخب الايفواري اللي النهارده الحقيقه كشر عن انيابه يعني. تمام، خلينا برضو نتابع معاكم ردود الافعال على طبعا اللايف اللي بيبث على صدى البلد، وبالفعل بدات الناس تتفاعل معانا وتقول ارائها في المباراه القادمه. سامي غزال بيقول والله انا زعلت ان الجزائر فريق محترم ولكل جواد كبوه. هدير غازي بتقول ربنا يسترها معانا، يعني في قلق طبعا من المنتخب الايفواري ومن قوه المنتخب الايفواري، لكن طبعا احنا منتخب مصر اسم كبير جدا في افريقيا وله باع كبير جدا، 7 بطولات افريقيه، وبنحاول طبعا نوصل للثامنه وهننافس عليها بشراسه. عايز اقول يعني برضو خليني اطمن متابعينا واطمن الجمهور المصري ان منتخب مصر يبقى كبير ومستواه بيرتقي كلما واجه منافس كبير. فاحنا ان شاء الله متعشمين ان مستر كروش يقدر يعني يعيد ترتيب اوراقه داخل صفوف المنتخب الوطني. كلنا عشم في كبار المنتخب المصري، لاعبتنا الكبار والمحترفين، ان هم يبتدوا يعني يعيدوا برضو ترتيب افكارهم بالنسبه للبطوله، لان طبعا احنا نقدر نقول ان بطوله امم افريقيا تبدا من يوم السبت القادم اللي هو بيشهد انطلاق مباريات دور ال 16، ودي ساعتها هتبان بقى مين الفرق اللي عندها استعداد فعلا ورايحه تنافس على البطوله، ومين الفرق اللي ما عندهاش استعداد تكمل. احنا طبعا عارفين الحمد لله منتخبنا يبقى دائما في أسوأ حالاته عنده رصيد كبير جدا من الخبرات اللي تؤهله ان هو يستمر في المنافسه. ان شاء الله نقدر نعيد ترتيب صفوفنا، ونقدر ان احنا يكون في تحفيز من اللعيبه الكبار طبعا زي محمد صلاح، عبد الله السعيد، احمد حجازي، ويقدروا طبعا يشحذوا الهمم زي ما بيقولوا داخل صفوف المنتخب. ومعانا عناصر حقيقه جديده يمكن بتظهر لاول مره في البطوله الا انها ادت مردود مش بطال. بنتكلم على عمر كمال عبد الواحد الحقيقه كان اداؤه مفاجاه بعد الاصابه طبعا اللي صدمتنا كلنا، اصابه اكرم توفيق. ومعانا كمان محمد عبد المنعم مشروع طبعا مدافع كبير جدا، بالاضافه طبعا للعناصر اللي موجوده ان شاء الله. برضو تريزيجيه انا شفت الحقيقه ان هو يمكن في المباراه الثانيه مستواه يعني تطور عن المباراه الاولى، طبعا الراجل راجع من اصابه كبيره جدا. اعتقد ان شاء الله ان الكبار الفريق وفي بعض العناصر هيكون لها مردود كويس، وتقدر تاخد الفريق وتطلع بيه لقدام ان شاء الله. ان شاء الله.